بيتسو موسيماني بقى مشروع للنادي الاهلي ولا مشروع لازينيوس؟ المفروض يكون مشروع النادي الاهلي، والمفروض ان الراجل محقق تارجت المطلوب منه بشكل كبير جدا، وان كان جه في توقيت كان توقيت كويس بالنسبه له لانه اخد كام بطوله في اول شهرين ثلاثه. لكن برضو الناس هنا في مصر، انا مقتنع 1000000%، انا كنت شايف ان كارلوس كروش محقق كل اللي ما كناش نحلم بيه. لكن انت الجمهور المصري هو جمهور عنده مزاج شويه، عايز نتائج وعايز اداء. فكره ان انت تديني نتائج من غير اداء انا مش مقتنع بيها، هو الجمهور المصري كده. فبرضو فكر الاداره لازم يبقى مختلف عن فكر الجمهور. في الاخر انا كاداره هتحاسب انا حققت بطوله، حققت التارجت اللي انا عايزه ولا لا. لكن الجمهور المصري مش مقتنع. انت بقى رايك ايه؟ لا انا مقتنع انه مدرب كويس جدا. في ناس كتير بتفضل تنتقد على السوشيال ميديا، لكن طالما الراجل محقق التارجت اللي هو عايزه، خسر بطولة لكن حقق بطولة قبلها، وارد وارد يا كريم. كرة القدم دي لعبة مبنية على المكسب وعلى الخسارة، مش مجرد انه يخسر بطولة خلاص يمشي. لا، انا شايف، انا راجل مع فكرة الاستقرار الفني بيفرق بشكل كبير جدا. وانا مريت بالتجربة دي في المقاولين العرب مع كابتن عماد النحاس، ودي اثرت علينا بالسلب. التغيير الاجهزة الفنية بيأثر بالسلب بشكل كبير جدا. فانا مع الاستقرار الاداري والفني بيكون ليه نتائج وتوابع جيدة جدا. يعني عظيم جدا. انت كنت من الناس اللي كان ليها راي انه الاهلي خسر خارج الملعب اكتر من انه خسر جوه الملعب في نهائي دوري ابطال افريقيا، مظبوط ولا لا؟ اه طبعا، طبعا. انت شايف ان الملعب كان الاداء كويس؟ لا خالص، الاهلي كان اداؤه سيء جدا. مش ده الاداء اللي مطلوب من النادي الاهلي في نهائي بطوله. والنادي الاهلي معودنا ان في النهائيات وفي النهائيات الكبيره بيكون حاضر. النادي الاهلي اعتقد ان الوداد اشتغل بشكل كويس جدا في المباراه النهائيه، وكان مذاكر النادي الاهلي بشكل كويس جدا. انا قاعد بتفرج، انا من الناس اللي بتذاكر ان الوداد سدد حوالي 5 مرات في المباراه دي بدون اي ضغط من وسط ملعب النادي صح. الاهلي. فواضح قوي ان هم مذاكرين النادي الاهلي، والدليل الكوره جت في العارضه، والجول الاول جه بسبب تسديده. فالناس كانوا مذاكرين النادي الاهلي بشكل كويس جدا. ان الاهلي ما كانش مذاكر المباراه بشكل كويس. الاهلي في معظم المباريات الكبيره الفتره الاخيره كان بيلعب بثلاثه في نص الملعب، السوليه وديانج وحمدي فتحي. في المباراه دي النادي الاهلي مع ان الناس كانت بتطالب موسيماني بده، العب 4-2-3-1. فلما الراجل غير فكره شويه، وده اعتقد انه غيره مضطر بسبب اصابه السوليه، فاثرت على وسط ملعب النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في المباراه دي ما كانش موجود. لكن انا بتكلم في ايه بقى؟ كمسؤولين في الاتحاد المغربي، لا الناس شطار جدا. الناس قدروا يخدموا فريقهم بشكل كويس جدا. انه يجيب النهائي ويتلعب في المغرب، لان المغرب اصلا يا كريم لو لاحظت في 5 بيمثلوا المغرب في الكاف. احنا في مصر مين اللي بيمثل مصر في الكاف؟ مين بيمثل مصر في الفيفا؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا. الوحيد اللي بيمثل مصر في الكاف وفي الاتحاد الدولي هو المهندس هاني بوريدا. مفيش اي كادر من الكوادر المصريه موجود دلوقتي على الساحه. بس في والطبيعي ان انا اجهز الكوادر دي، لان الكوادر دي هتخدمني بعد كده. بس طب بص، انا احب انه عندنا يبقى عندنا كوادر في كل الاماكن الممكنه ان شاء الله يا رب، ودايما وده الطبيعي ودي مكانتنا الطبيعيه. بس في ناس بتقول لك ايه بعصبيه، يقول لك لا احنا عايزين يبقى عندنا ناس عشان يجيبوا لنا حقنا ويجيبوا لنا اللي ضايع مننا. انا مش عايز حد يجيب لي غير حقي، او انا عايز اجيب اللي هو ايه. انا مقتنع باللي انت عايز توصله. عايز ابقى قوي لدرجه ان انا مش محتاج لحد يزقني. وانا مش عايز اللي اكتر من حقي. يعني في ناس تقول لك ايه، لا ما هو اصل انتوا ما انتوا خدتوا بطولات هنا. ما هو حق من حقوقك يا كريم ان انت تلعب الفاينل ده، تلعبه في ارض، انا مش عايز اكتر من في ارض محايده. طبيعي طبعا الناس هتقول لك ما الاهلي لعب نهائيات قبل كده كتيره جدا. النهارده احنا بنتفرج على نهائي اوروبا بين ليفربول وريال مدريد. بيتلعب فين؟ باريس. نهائي اسباني انجليزي بيتلعب في فرنسا. وعلى فكره لا، كان ممكن باريس سان جيرمان يصعد فاينل، بس متحدد من بدري. بس متحدد من بدري، متحدد من بدري. واس كان في موسكو كمان وتحول لباريس. يعني في النهايه حدد من بدري. يعني انت لو حددت المغرب من البدري خلاص، والوداد صعد النهائي حقه. لكن انت تيجي بعد ما الوداد خلاص ضمن الصعود للنهائي وتخليه في المغرب حتى لو هو ملف واحد، فانت بتثير الشبهات طبعا. طبعا طبعا. والتصريحات اللي اتقالت برضو تصريحات غير جيده من رئيس الاتحاد المغربي، انا شايف انها تصريحات غير مناسبه خالص في توقيتها. هو رجع بعد كده غير تصريحاته او عدل تصريحاته، لكن في النهايه برضو انت بتتكلم عن الكره المصريه. انت لو اتكلمت عن الكره المصريه، منتخب مصر وصل لنهائيات امم افريقيا 10 مرات حقق منهم 7. طبعا مع احترامي الكامل للمنتخب المغربي اللي لعب نهائيين، حقق بطوله وحيده. النادي الاهلي، بتتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي محقق 142 بطوله. مزبوط. النادي الاهلي بعد ريال مدريد في البطولات القاريه، ريال مدريد 26، النادي الاهلي 24، حتى نادي الزمالك ترتيبه رقم 10، 11 بطوله. فانت بتتكلم عن عن عن, عن تاريخ كبير. مصر طبعا تاريخ كبير جدا. فانت طبعا ما تلعبش على الوتر ده طبعا، لان انت كده بتخسر الجمهور المصري. لو انت فاكر ان انت كده بتساند الجمهور المغربي، ف
فاعتقد ان انت كنت غير موفق. ثانيا برضو رئيس الاتحاد المغربي لو بتتكلم بقى عن الفساد وان انت بقى الامور ان احنا بنجيب حقوقنا، انت كنت رئيس نادي البركان في 2012، هو النادي كان من انديه الهواه. انا اسف انا بقطعك في دي، ليه؟ انا ليه بحاول اقطعك في دي؟ عشان تصريحات الراجل نفسه قيل ان هي مش حقيقيه وقيل ان هي مش صحيحه، فمش عايز قوي نغوص مع بعض انا وانت فيها، لعل واس تطلع خاطئه، الله اعلم. هو لم ينفيها او نفاها في احدى المواقع، هو بس اكد لم عليها بالصوت. واكد عليها برضو يا كريم، قال لك انا ما اقصدش كذا، لكن بالزبط. اكد على جزء منها. واحنا بعيد عن كل ده طبعا. احنا برضو بنوضح ان احنا عندنا اكبر انديه في افريقيا وانديه مصنفه عالميا. لما بتكلم عن الاهلي 142 بطوله، طبعا. الزمالك فوق ال 74 بطوله، طبعا. لا مصر منتخب مصر نفسه بتاريخه محقق حوالي 11 لقب. لا فاحنا لا منتخب احنا كدوله في الكوره هي الاولى افريقيا، مفيش خلاف. فده طبيعي ان احنا بندافع عن حقوقنا زي ما انت بتدافع عن حقوقك. انا دايما يا كابتن حسن بقول ايه، انا مش عايز غير حقي بس. يعني انا هو بيراميدز ما ظلمش امام نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه، بس قبل دي لم يظلم، يعني ما كانش فيه يعني تحكيم في المباراه دي، ما كانش تحكيم كارثي. لا ما هو تحكيم بقى، تحكيم في افريقيا. طيب اوكي، طيب ما هو ده يا كريم، ما انتوا ما انت بتقول دلوقتي انا عايز حقي، صح؟ فاحنا ظلمنا، فاحنا لو اقوياء قوي في الاتحاد الافريقي ما كانش ده حصل لبيراميدز مثلا، لان بيراميدز بيمثل مصر. اي نادي بيمثل مصر لو ظلم، فاعتقد ان انت كدوله كامله تاثرت بالظلم ده.